السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم ويتسام مع سميحة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الفيديو لهاد الحرارة، واحد طاقت بالليمون او البرتقال كتجي رائعة جدا، بواحد الانتعاش، بواحد اللذة ما تقنعوش منها. تابعوا معي الفيديو الى الاخر باش تعرفوا معي المقادير وطريقة التحضير. ولا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة، ما تنسوش ضغط الزر الاحمر اسفل الفيديو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وعلاش لا، ما تضربوش طيلة على المحتوى ديال القناة، ان شاء الله يعجبكم. تلقاو بزاف الوصفات اقتصادية وزوينة. على بركة الله في واحد الخلاط كهربائي غادي ندير واحد زوج البيضات، حرارة الغرفة كونوا متوسطين الحجم. عندي ساشي ديال الفاني او لابودغ ديال الفاني، الا عندكم فاني سائل تقدروا ديروه. كاس تقريبا كاس لاروب ديال الزيت، كاس معمرش ديال الحليب، تقدروا تعوضوه بالياغورت. صافي كنمزج هاد المكونات كامله مع بعض. نسيت هنا كاس ديال سنيده اللي غنضيفو ايضا، يكون توا معمرش القدر اللي درنا ديال الحليب كنديروه ديال سنيده. وصافي كنخلط هكا الكل حتى كنحصل على هاد الخليط المتجانس. غنوضعوه هكا في اناء، غنضيف عليه قشره ديال البرتقاله. بالنسبه للقشره ديال البرتقال فما غاديش نطحنها هكا مع داك الخليط، الا طحناها غادي تعطينا شويه ديك الموره. من الافضل حتى نوضعوا هكا في الاناء اللي غنخلط فيه غير مانيوالمون يعني بيدي. صافي كندير هكا قشره ديال واحد البرتقاله اولا زوج على حساب الحجم اللي عندكم. انا كنكد لكم هذه الطاقه ديال البرتقال، فقط ما درنا ديك القشره ديال الليمون كتجي ديك النكهه ديالو معززه وزوينه في الطاقه ديالنا. صافي كنديرها هنا كنقشرها في هذيك الحكاكه الرقيقه كاع. كيف كتشوفوا انا ديك الليمونه الاولى دارت ليا كميه قليله، فغنزيد هنا الليمونه الثانيه. وهاد الليمونات اللي غادي نقشرها هما نيت اللي غادي نعصر. هانتوما غادي تعرفوا معايا الكميه ديال عصير الليمون اللي غادي نحتاجوها في الوصفه ديال اليوم. كتجي واحد لاطارت زوينه بزاف ومنتعشه، وديال هاد البرد كنديرها في الثلاجه كتبرد مزيان صراحه، كتبرد العطش، كتجي زوينه زوينه بزاف. واللي تقع عندكم غيطلبكم على الوصفه اكيد. واحد زوج خمارات ديال 7 غرام اولا 8 غرام ما كاينش مشكل. وصافي كنخلط هكا المكونات مع بعض. صافي غادي نبدا نضيف الدقيق الابيض اولا الفورس. بالنسبه للكميه هنا فعويناتكم ميزانكم، هانتوما تشوفوا معايا الخليط اللي غنحصل عليه في الاخر كيف داير. ما تكونش الخليط خفيف وما يكونش الخليط ثقيل بزاف، تقريبا زوج الكيسه راه غيكفونا ديال الفورس. نبقى هكا كنضيف، وفي نفس الوقت انا كنخلط حتى كنحصل على داك القوام اللي بغيت في الخليط ديالي. متنساوش تجربوا الوصفه ان شاء الله، وتخليوا لي التعليقات ديالكم، وخليوا لي كاع التصاور ديالكم على الانستغرام، غتلقاو الرابط هنا اسفل الفيديو راني حاطاه لكم. ويتسميها صافي. من بعد ما ساليت وحصلت على هذا القوام غنضيف واحد المعلقه اخيره ديال الخل. دائما الخل ديما كنوصيكم عليه في الكيك، في كاع العجائن ديالكم، الخبز، اي حاجه كنضيف فيها هكا الخل، كتجي ديك العجين هشيشه ورطبه. وبالنسبه للحلوى هكا والكيك فراه حتى ديك السفوريه ديال البيض كتحيد. فواحد المول هكا اللي كتكون فيه ديك الحفيره شويه الوسط، غادي نوضع شويه الزيت اولا الزبده ندهنوا بها المول ديالنا، وكنرش عليها هكا الدقيق الابيض باش ما تلتصقش لينا ديك الكيك. صافي وغادي نخوي كيف كتشوفوا، وغنبدا نسرحها هكا باش نمشي الجوانب كاملين. صافي وندخلوها الفران، نشعلو لها غير من التحت على 180 درجه، يكون الفران سخناه قبل، نشعلو عليه التحت فقط على 180 درجه، طلع ليا الكيك. وغادي نشعل عليها الفوق تحمر وكنخرجوها. بالنسبه هنا للطبقه ديال الكريمه ديالنا غادي نحتاج واحد جوج كيسان ديال عصير البرتقال. بالنسبه لعصير البرتقال من عصرت الليمون فكنصفي هكا من ديك داك اللب ديالو، من الافضل باش تجينا ديك الكريمه صافيه ما تجيناش هكا فيها داك اللب.
صافي كنقنص فيه هكا كيف قلت لكم، زوج الكيسان هنا غادي يكفوني. كيف شتو المول ديالي يعني ما كانش فيه حفره كبيره. صافي من بعد ما خديت هنا العصير مصفي، غادي نوضع واحد الكميه ديال السكر اللي غادي تناسبكم على حساب الذوق ديالكم، تقريبا واحد 3 المعالق حتى 4 ديال السكر سنيده. وغنضيف هنا النشا، واحد 3 المعالق كبار ديال النشا، نشا الذره. الا ما عندكمش نشا راه تقدروا تعوضوه بالفورس او لا الدقيق الابيض. صافي كنخلط هكا المكونات مع بعض، كنضيف عليها ايضا واحد شويه القشره ديال البرتقال، مشات لي هنا من الفيديو شويه القشره ديال البرتقال كنضيفها حتى هي، كدير ليا واحد الاضافه زوينه. من بعد ما خرجت هنا الكيك ديالي على الفرن من الفرن، غادي نتقبها هكا بعود ديال السنان اولا بموس اللي بغيتو. بالنسبه للخليط ديال البرتقال راني وضعته على العافيه، كنبقاو نحركو حتى كيعقد وكنخرجوه. بالنسبه هنا الكيك ديالنا من بعد ما تقبتها، انا هنا سقيتها غير بالماء والسكر سقوه عاديه، هي من الافضل انكم تسقيوها بالبرتقال. هنا صافي كنسال عليا داكشي، علاش استعملت غير الماء والسكر وفيه قطعه ديال الحامض وكنخليهم هكا فوق العافيه كيغلاو مزيان حتى كيتكوي ليا داك السيرو. وصافي كنحصل على السقوه ديالي، كنسقوها مزيان قد ما سقيناها كتجي زوينه. هنا الكريمه ديالي كيف كتشوفوا وضعتها على النار تكون مهيله، كنبقى نخلط هكا حتى كنحصل على كريمه متجانسه كيف كتشوفوا. صافي من بعد ما سقيت الكيك ديالي فغنخوي هكا هذيك الكريمه ديال الليمون، كتجي زوينه بزاف بزاف وطالعه من واحد الرائحه كتشهي. بالنسبه للديكوراسيون ففضلت ان ندير لا ديكوراسيون سامبل هكا، نيت بقطع ديال البرتقال اللي كنت مقصهم قبل ما نعصر الليمون. صافي قطعتهم هكا دوائر ودرت واحد الوريقه ديال النعناع في الجوانب وحطيتها هكا في الكوتي، كتجي رائعه جدا منظرا وحتى اللذه ديالها كتجي يا سلام. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتجربوا الوصفه وتخليوا لي التعليقات ديالكم. السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، وما تنساوش الاشتراك على القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل